أصدر قادة مصر وقطر والولايات المتحدة بياناً مشتركاً بشأن تطورات الأوضاع في غزة، ودعا القادة لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة، وكذا للرهائن وعائلاتهم بصورة فورية، وأن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين. وأكد القادة في بيانهم المشترك أنهم سعوا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حاليا على الطاولة، ولا يتبقى له فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، مؤكدين ضرورة ألا تكون هنالك ذرائع من قبل أي طرف لتأجيل آخر، وأعربوا أيضا عن استعدادهم إذا اقتضت الضرورة لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ على النحو الذي يلبي توقعات الأطراف كافة. وأوضح البيان أنه تمت دعوة الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين في الدوحة أو القاهرة لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة. وللمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك معنا. ما هو حجم التقدم المحرز في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من خلال البيان الذي تم نشره بالأمس من قادة مصر وقطر والولايات المتحدة؟ أهلا بحضرتك يا أستاذ هشام، وأهلا بالسادة مشاهدي إكسترا نيوز. طبعا بيان قوي من حيث التوقيت، وله أيضا أهمية كبيرة، خاصة أنه يعتبر مكمل لتنفيذ القرار رقم 2735 الذي خرج من مجلس الأمن، وهو في الأساس مقترح أمريكي، ويؤكد على ضرورة تنفيذ المراحل الثلاثة من الاقتراح الأمريكي ومن هذا القرار الذي يقضي بوقف إطلاق النار وأيضا تبادل المحتجزين. وبالتالي هذا البيان يقلص مساحة التحرك من قبل حكومة نتنياهو ويجعلها في ضغط حقيقي، على اعتبار أن ما حدث في قطاع غزة على مدار 10 أعوام هو بمثابة كل أنواع جرائم الحرب، وهناك ضغوط كبيرة تمارس الآن نتيجة أن الأوضاع في المنطقة أستاذ هشام بتتجه إلى التصعيد بشكل خطير، ومن الممكن جدا أن تنزلق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة. وبالتالي يعلم قادة الدول الثلاث على رأسهم الدولة المصرية أن نزع فتيل الأزمة يتمثل في ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، باعتباره هو المسبب الرئيسي لاتساع رقعة الصراع، وأيضا هو المسبب الرئيسي لأننا نذهب إلى حافة الهوية وصولا إلى حرب إقليمية شاملة. طبعا في هذا البيان تمت دعوة الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين في الدوحة أو القاهرة، كيف تفاعل الطرفان مع هذه الدعوة؟ يعني كان هناك تفاعل واضح من قبل الجانب الإسرائيلي ورد واضح، وهذا خرج من هيئة البث الإسرائيلية، من أن حكومة نتنياهو سترسل الوفد للتفاوض في يوم 15 أغسطس الحالي. وبالتالي في ظني وتقديري أن لابد أن يتم الضغط بشكل كبير من قبل الإدارة الأمريكية على حكومة نتنياهو حتى ترضخ للمقترح الأمريكي الذي هو في الأساس تم التنسيق بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل عليه، وتم موافقة الجانب الإسرائيلي، وكانوا يقولون أن الكرة في ملعب حماس، وعندما وافقت حماس على يعني هذا المقترح وهذه الرؤية الأمريكية نجد أن التراجع قد حدث من الجانب الإسرائيلي. وبالتالي الآن تضغط الإدارة الأمريكية في ظل أن حكومة نتنياهو تلاعبت بها في ال10 أعوام السابقة، على اعتبار أن الرئيس الأمريكي خرج أكثر من مرة وقال أننا في قاب قوسين أو أدنى من أن يكون هناك وقفا لإطلاق النار. كان هناك أيضا القرار رقم 2728 والذي كان يفضي إلى ضرورة إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية ولم يتحقق. كانت هناك التدابير الاحترازية التي خرجت من محكمة العدل الدولية والتي تؤكد على حق الفلسطينيين في إدخال المساعدات إليهم، ولكن التعنت الإسرائيلي وغلق معبر رفح والبقاء في محور فيلادلفيا وغلق الستة معابر الأخرى الموجودة من معبر رفح من قطاع غزة ما بينها وبين الجانب الإسرائيلي، كل ذلك عقد الأمور. وكانت دائما إسرائيل تتجه إلى التصعيد عندما تكون هناك جولة جديدة من المفاوضات، وبالتالي على الإدارة الأمريكية أن
يكون لديها ضغوط، تمارس ضغوط حقيقية على الجانب الإسرائيلي حتى لا يتهرب الجانب الإسرائيلي مرة أخرى ويسعى إلى اتساع رقعة الصراع. ولكن يا أستاذ هشام أرى أننا أمام فرصة حقيقية هذه المرة لوقف إطلاق النار، لأن المنطقة بين مفترق طرق، بين التصعيد الإقليمي المتزايد واتساع رقعة الصراع وما بين خفض التصعيد. تقول يا دكتور حامد أننا أمام الآن فرصة حقيقية للوصول إلى وقف إطلاق النار، ولكن هذه المرة جولة التفاوض تشهد العديد من التعقيدات، خاصة بعد سياسة الاغتيالات التي تبعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال قتل من يفاوض وقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. ما هو الشكل المتوقع لعملية التفاوض بعد هذا التصعيد الكبير وكل التعقيدات التي تواجه الجولة الجديدة من المفاوضات؟ يعني هذه التعقيدات الآن تضغط وبقوة على الجانب الإسرائيلي، كلما زادت حجم التعقيدات في المشهد كلما مثل ذلك ضغوطا حقيقية على حكومة نتنياهو، لأن الإدارة الأمريكية لا ترغب في اتساع رقعة الصراع في المنطقة، تسعى وبكل قوة إلى عدم اتساع رقعة الصراع وجرها من قبل إسرائيل لمواجهة مباشرة مع إيران، على اعتبار أيضا أن الجانب الإسرائيلي الآن هناك حالة من الخوف والرعب والقلق من أن يكون الرد الإيراني هو رد حاسم وقوي ومزلزل يسقط الكثير من المدنيين الإسرائيليين، وبالتالي عمر هذه الحكومة تكون قد انتهت تماما، على اعتبار أننا أمام موقف معقد ومتشابك، فتح كل هذه الجبهات، الحزب الله من لبنان، الحوثيين من اليمن، الحشد الشعبي في العراق، الفصائل المسلحة في سوريا، كل ذلك سيمثل يعني ضربة قاسمة لإسرائيل التي لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تتحمل كل هذه الجبهات، لأن الأوضاع في إسرائيل هي أوضاع كارثية داخل الجيش الإسرائيلي، سواء على مستوى حالة الانقسام الحادة وعدم الرغبة في اتساع رقعة الصراع، سواء في وضع الجنود الإسرائيليين الذين انتحر منهم الكثير، سواء في حالة الإنفاق العسكري. إسرائيل كانت بتنفق يا أستاذ هشام ما لا يقل عن 12 مليار شيكل يعني سنويا، بمعدل 3.3 مليار دولار سنويا أيضا، وده هو إنفاق الميزانية السنوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. تبدل ذلك وأصبحت إسرائيل تنفق شهريا 3.3 مليار دولار، يعني أنفقت ما يزيد عن 33 في هذه في العشر أشهر 33 مليار دولار أو يزيد عن ذلك بكثير، كل ذلك يمثل ضغطا على إسرائيل، وبالتالي هي تريد جر الولايات المتحدة الأمريكية لكي تقوم بحرب بالوكالة في المنطقة يعني بديلا لإسرائيل، وهذا ما لا ترغب به الولايات المتحدة. وأصبحنا في الأيام القليلة الأخيرة نسمع صوت داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحتى استطلاعات الرأي لدى الشعب الأمريكي يقولون أنهم لن يدخلوا في حرب بالوكالة عن إسرائيل، وهذا يمثل ضغطا حقيقيا على نتنياهو. بخصوص آخر التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، تصريحات لبايدن يوجهها لنتنياهو بأنه يعني لا عذر لتأجيل صفقة غزة، هل ترى أن هذه المرة الضغط الأمريكي مختلف أم يشبه المرات السابقة؟ هذه المرة أرى أنه مختلف يا أستاذ هشام، مختلف لأن إدارة الرئيس الأمريكي أصبح ليس عليها أي ضغوط فيما يخص خوضها الانتخابات الأمريكية، الرئيس بايدن أصبح خارج هذا المشهد وأصبح لا يمثل يعني الضغط الحقيقي الذي كان عليه في الفترة السابقة، لم يعد عليه، كان مكبل من قبل يعني الآي باك الإسرائيلي أو اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية أو دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى جلسة نتنياهو في الكونغرس الأمريكي قطعها أكثر من نصف عدد أعضاء الديمقراطيين، كل ذلك يؤكد على أن الإدارة الأمريكية الحالية بإدارة بايدن تسعى إلى إيجاد وقف شامل لإطلاق النار لكي يكون ذلك ورقة رابحة للحزب الديمقراطي ولكامل هاريس في الانتخابات القادمة، وهذا سيمثل ضغطا كبيرا على نتنياهو، بالإضافة أيضا إلى أن إدارة بايدن غضبت أكثر من مرة من نتنياهو الذي يعني كان عليه بعد زيارة الولايات المتحدة الأمريكية أن يتجه
قولا واحدا إلى هدنة، ولكنه اتجه إلى عودة إلى السياسة القديمة الجديدة وهي سياسة الاغتيالات، وقام باستهداف ثلاثة عواصم. احنا بنتحدث عن استهداف في العراق، استهداف في لبنان في الضحية الجنوبية مقتل فؤاد شكر، واستهداف في قلب طهران وهو إسماعيل هنية. كل ذلك مثل ضغطا كبيرا على الإدارة الأمريكية، وتريد إسرائيل أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بحرب بالوكالة عنها، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن أكثر المتضررين من اتساع رقعة الصراع في المنطقة ستكون الولايات المتحدة الأمريكية، ومصالحها ستتضرر بقوة. عندما أيضا نتابع التفاعلات في الداخل الإسرائيلي على هذه الدعوة الجديدة لبدء جولة جديدة للتفاوض، وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن أن إرسال الوفد الإسرائيلي للقاهرة أو الدوحة لجولة جديدة من التفاوض هو فقط قرار سياسي نتيجة للضغط الأمريكي. هل ترى أن هذه التصريحات التي تصدر من وسائل إعلام إسرائيلية هي فقط للاستهلاك المحلي، أم هي تؤثر بالفعل على عملية التفاوض وأنها فقط يعني ضرورة سياسية لإرسال الوفد فقط؟ يعني أرى أن هناك بالفعل هذا البيان خرج هو بشكل مفاجئ، هيربك حسابات السياسة الإسرائيلية بشكل كبير، سيجعل نتنياهو يفكر ماليا في أنه إذا لم يرضخ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة فإن إسرائيل مقدمة على واقع مؤلم سيؤثر بشكل كبير على الأمن القومي الإسرائيلي، بل لا أبالغ أنه سيؤثر على بقاء إسرائيل، لأن إيران تعتبر مسد بشرفها وكرامتها وسيادتها، وأصبحت في صورة الكثير من أذرعها في المنطقة كدولة ضعيفة، وهي ما تريد أن تخرج منه، أن تخرج من هذه العباءة. إيران تريد أن ترد على بشكل قاطع على نتنياهو، وإذا لم تقم هذه المرة بالرد فإن إيران كدولة قوية ومؤثرة في المنطقة تكون صورتها قد اهتزت. وبالتالي أرى أنه إذا لم يرضخ نتنياهو للضغوط الأمريكية هذه المرة فإننا قاب قوسين أو أدنى من أن تتسع رقعة الصراع، وهو ما يريد أن يتفاداه حتى الداخل الإسرائيلي. يعني إحنا بنتحدث عن حرب نفسية منذ اغتيال إسماعيل هنية، بنتحدث عن فتح ملاجئ، بنتحدث عن توفير الكثير من السلع الغذائية والمياه وغيرها، وأيضا بقاء حكومة نتنياهو التي تعقد اجتماعاتها الآن فيما يسمى الحفرة. يعني لك أن تتخيل بعدما كان نتنياهو يتحرك في كل قطعة من تل أبيب أصبح الآن خائفا ومرتجفا ومرتعدا من أن يتم استهدافه من قبل إيران، أو يتم استهداف القواعد العسكرية ويتم استهداف المدنيين، وهذا طبعا سيضعف من الصورة الذهنية أكثر وأكثر لدولة الاحتلال الإسرائيلي. نعم، أخيرا دكتور حامد، فيما يتعلق بالتفاعلات الدولية والتصريحات التي تخرج عن الدول العظمى والمؤثرة حول هذا البيان الذي تابعناه بالأمس من قادة مصر وقطر والولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي قال صباح اليوم أننا ننضم إلى مصر وقطر والولايات المتحدة إلى هذه الدعوة، وقبل قليل نتابع تصريحات أيضا عن فرنسا بالدعوة لوقف إطلاق النار. كيف ترى التفاعلات الدولية؟ طبعا التفاعلات بتؤكد على صواب الرؤية المصرية منذ اندلاع هذه الحرب الشعواء التي أكلت الأخضر واليابس. موقف مصر الثابت والحازم فيما يخص تنفيذ مبدأ حل الدولتين وضرورة وقف إطلاق النار وضرورة إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية وضرورة فتح المعابر، كل هذه النقاط أجمعت عليها كل دول العالم. يعني معبر رفح المصري تحول إلى منارة دبلوماسية كبيرة، يعني كل قادة العالم على مدار 10 أشهر كانوا يذهبون إلى معبر رفح وعقدوا الكثير ابتداء من الأمين العام للأمم المتحدة، انتهاء منذ أيام قليلة برئيس وزير الخارجية التركي وغيره من القادة المؤثرين في المشهد الدولي، دليل قاطع على أن الدولة المصرية نجحت وبشكل كبير في إيجاز ظهير دولي حقيقي داعم للقضية الفلسطينية. الاتحاد الأوروبي ينضم إلى هذا البيان، ومعهم فرنسا وكل دول العالم بتنضم إلى هذا البيان لكي تتوقف حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني الأعزل، ولا بد من إحلال السلام في الشرق الأوسط، باعتبار أن أكثر الدول وأكثر الشعوب التي ستتضرر من استمرار الصراع في الشرق الأوسط بهذا الشكل هي القارة الأوروبية وأمريكا، لأن هذا سيخلف قولا واحدا غير شرعية كبيرة ستؤثر على الأوضاع الاقتصادية الكارثية اللي بتمر بها القارة الأوروبية. نعم،
يعني في الحديث أيضا عن التفاعلات الدولية، أي نوع من الدعم يمكن تقديمه؟ نتابع هذه التصريحات من الاتحاد الأوروبي ومن فرنسا، هل فقط تأييد فكرة وقف إطلاق النار أم هنالك دور آخر يمكن القيام به؟ يعني احنا بنتحدث بشكل كبير ان اوروبا كان لها موقف مشرف في القضيه الفلسطينيه، ولكن عليهم ان يتحلوا باكثر قوه واكثر صلابه. يعني دعنا نكون اكثر تحديدا دكتور حامد، بعض الدول الاوروبيه مثل اسبانيا على سبيل المثال، احنا يعني استاذ هشام في اكثر من 143 دوله وافقت على حق فلسطين في العضويه الكامله في الجمعيه العامه للامم المتحده، منهم 12 دوله اوروبيه، وده رقم كبير جدا في المعادله الدوليه. ايضا على راسهم طبعا اسبانيا كما حضرتك اشرت، وايضا النرويج وغيرها، وشاهدنا التصعيد الكلامي الاخير ويعني سحب التراخيص الدبلوماسيه بالنسبه للدبلوماسيين النرويجيين داخل اسرائيل، وده دليل قاطع على ان التحركات التي من الممكن ان تقدم عليها الدول الاوروبيه في الفتره الاخيره من الممكن جدا ان تؤلم دوله الاحتلال الاسرائيلي. هناك من الممكن توقيع عقوبات اقتصاديه، من الممكن جدا التهديد بسحب السفراء الاجانب من اوروبا الاوروبيين من تل ابيب. كل هذه الاجراءات تدفع في اتجاه ان تل ابيب لابد ان تتعرض لضغوط حقيقيه قويه، وأن يكون هناك ضغطا حقيقيا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا.